ضمن تغطية قناة الريان لليوم الوطني الكويتي. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه المقابلة الخاصة مع الأستاذ عبد اللطيف البناي. ما في أحسن وأغلى من فرحة البلد واستقلال البلد وحرية البلد. الكويتية ناس تنحط على الرأس، حصاها حب اللولو وترابها الماس. والله لو بيد الأمر أقول حق اللي يمر، وقف صبر تراب هذه الأرض من معي الناس. دوحة الطيبين بين عطاها، أرض الغلاها بالضماية المغرة، جاي تمد الإيد للي نخاها، توقف عن محتاج بشرة وضرة. مقابلة خاصة مع الشاعر عبد اللطيف البناي تشاهدونها غدا الساعة 6 مساء على قناة الريان.